وهذه جريمة كبيرة جدا 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 في حق إسرائيل. المجتمع الدولي لازم يقفوا معنا في هيك موضوع، لازم يعملوا حل لهيك مواضيع. يعني إحنا عندنا أطفال وعندنا صغار وعندنا نساء وعندنا شباب، يعني جزء كبير منهم تصاب كتير جدا جدا، إقزاز وشظايا خفيفة، والحمد لله ربنا سلمنا وسلم الجميع. كنا قاعدين في بيوتنا بأمان الله، طبعاً فجأة ما شفنا القصف بكل فج وميل من جميع النواحي، طبعاً بدون سابق انذار لنا من أي جهات معنية. طبعاً القصف كان عشوائي وعنيف جداً بما تتصور. تطلع فوق؟ بشوف.